أهلا بكم في برنامج الصفحة الأولى، وهي جولة في الصحافة حول العالم. نبدأها بالعناوين. وول ستريت تؤكد أن الهجوم الصاروخي في بولندا هدد باندلاع اشتباك بين روسيا والناتو قبل أن يتراجع الطرفان. بلومبرغ تقول إن الشي يعود للعالمية باتجاهه نحو الغرب وبعيدا عن بوتين. فاينانشال تايمز تؤكد أن الوقت قد حان لتخلي الجمهوريين عن ترامب وما يمثله. رجح مسؤولون غربيون أن الدفاع الجوي الأوكراني قد يكون هو من أطلق الصاروخ الذي ضرب بولندا، وأضافوا أن الهجوم كشف عن رغبة مشتركة بين العدوين اللدودين، حلف الناتو وروسيا، في تجنب التصعيد. وول ستريت تناولت الموضوع تحت عنوان: الهجوم الصاروخي في بولندا هدد باندلاع اشتباك بين روسيا والناتو قبل أن يتراجع الطرفان. ذكرت الصحيفة أن الجهود السريعة من كلا الجانبين لتخفيف التوترات المتصاعدة بعد الهجوم تشير إلى أنه على الرغم من وحشية الصراع وتزايد الخسائر، لا تريد روسيا ولا دول الناتو أن يمتد القتال إلى غرب أوكرانيا. وبحسب الصحيفة، جاءت أولى علامات الجهود المبذولة لمنع التصعيد بعد ساعات من سقوط الصاروخ، عندما قال الرئيس بايدن إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الضربة الصاروخية من غير المرجح أن تكون قد أطلقت من روسيا، متعهداً بالتحقيق في الحادث. أضافت الصحيفة أنه بعد ساعات قال مسؤولون كبار في منظمة حلف شمال الأطلسي إن الصاروخ من المحتمل أن يكون سلاحاً سوفيتي الصنع أطلقه نظام دفاع جوي أوكراني، وأنه لا يوجد دليل على أنه تم توجيهه لبولندا عن قصد. وقالت الصحيفة أيضاً إن روسيا أبدت رغبتها في احتواء الحادث، وأعلنت وزارة دفاعها أنها نفذت ضربات دقيقة على أهداف داخل الأراضي الأوكرانية فقط، وأبعد من مسافة 20 ميلاً من الحدود الأوكرانية البولندية. من برلين تنضم إلينا دكتورة نجاة عبد الحق الباحثة في الشؤون الأوروبية. دكتورة نجاة، بعد التحية، يعني البداية هنا من يعني هذا الترجيح من قبل مصادر غربية أن يكون الصاروخ الذي ضرب بولندا يعني أطلقته أوكرانيا، دلالة ذلك ومدى تأثيره على الدعم الغربي لأوكرانيا؟ نعم، صباح الخير وأهلا وسهلا بك. يعني حقيقة أعتقد أن تسرع خاصة إعلاميين من بولندا وجزء من ألمانيا والرئيس زيلينسكي بالتصريح بأن هذا هجوم روسي على بولندا أساء لبولندا، حتى لزيلينسكي شخصيا، يعني مع مقابلة مع أحد أهم المحللين السياسيين للشؤون الشرق أوروبية في أهم ثينك تانك في برلين يوم أمس، قال أن هذه لهجة غير مقبولة، لا يجوز لرئيس دولة أن يدلي بتصريحات إذا لم يكن متأكد منها. ولذلك يعني قد لا يؤثر الآن وبشكل مباشر، ولكن ستكون أحد النقاط التي لن تحسب لصالح الرئيس زيلينسكي في الفترات القادمة، لأن هناك أيضا نوع من الامتعاض بالتصريحات النارية السريعة حول أي من الأحداث، وعليه أعتقد ومن حوله أن يفكروا بكل ذلك، لأن تراكم هذه الأحداث أو التصريحات سيؤدي إلى فقدانه للمصداقية. من ناحية أخرى، طبعا روسيا دعيني أقول سعيدة بعض الشيء الآن، لأن هذا هو التصريح الروسي دائما، أن كل شيء تصريحات باطلة ولا تحتوي على صحة. وطبعا ما حدث الآن على الحدود البولندية عزز الموقف الروسي على الأقل إعلاميا وأيضا عسكريا. طيب، يعني تبرئة روسيا جاءت من قبل دول ليست بكل الأحوال داعمة لموسكو، دلالة ذلك هل هي مثالية غربية شفافية في يعني وضع الأمور في نصابها، أم أن هناك رسائل، هناك دلالات، هناك أهداف من وراء ذلك؟ نعم، يعني علينا أن نضع ذلك في السياق الأوسع. أولا، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا، منذ أزمة كوبا هناك ما يسمى بالخط الساخن،
للتشاور حول الأمور التي تتعلق بعمليات عسكرية ممكنة. الطيران الأمريكي موجود في ليتوانيا وفي بولندا، أي ليس بعيدا عن الحدود الروسية، وعلى الأغلب قريب من أوكرانيا. يعني الوضع حساس الآن. رئيس المخابرات الأمريكي أو كان في موسكو في الأسبوع الماضي، لم يتم الإعلان أو الحديث كثيرا عن هذه الزيارة، ولكن أعتقد أن بالعموم لا الناتو ولا أوروبا مهتمين بأي تصعيد من أي من بأي شكل من الأشكال، لأن حقيقة لا الوضع في أوروبا ولا الوضع في العالم يحتمل، وأن الخسائر على جميع الأصعدة ستكون عالية جدا للطرفين. ولا أعتقد أن أي من دول الناتو، حتى بتصريحات بولندا النارية وروسيا، مهتمون بذلك. الشفافية قد نعتبرها شفافية، ولكن يعني شفافية الناتو على الأقل، لأن وسائل الإعلام الأوروبية للأسف تسرعت سريعا. يعني أنا أذكر جاء الخبر العاجل، ومن ثم روسيا مسؤولة عن ذلك. من الذي قرر؟ بناء على أي شيء قرر ذلك؟ الآن يبدو أنها صواريخ دفاعية أوكرانية وليس صواريخ هجومية روسية، لكن صواريخ دفاعية أوكرانية روسية الصنع. لذلك كان من الأفضل التأني، عدم رد موسكو السريع على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن وزير الدفاع الأمريكي حاول التواصل مع نظيره الروسي، هو دليل بأن روسيا يعني لم تكترث لما حدث، وكانت على الأغلب متأكدة أنها لم تكن قواتها، أو هي ليست صواريخ موجهة. وأيضا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الأخطاء ممكن أن تحدث، لكن لم يتم التوجيه ضربة إلى مثلا مطار، إلى موقع عسكري، إلى موقع مخزن سلاح، إلى منطقة مهمة جغرافيا أو استراتيجيا، حتى يتم اعتباره هدوء. ممكن مرة أخرى ممكن أعتبرها شفافية، ولكن أنا أعتبرها أنها اعتمدت على الوقائع الحقيقة التي حصلت، وكان هذا الرد الصحيح بعدم التصعيد. طيب، إذا أخذنا الأمور في سياق أوسع كما تفضلتي، يعني هل يمكن الربط ما بين يعني هذه التصريحات وما جرى منذ أيام من لقاء وزيري الدفاع الأمريكي والروسي، رئيسي المخابرات في البلدين، من يعني استقراء للموقف بأنه ربما هناك محاولة لإنهاء الحرب الباردة والتصريحات من كلا الطرفين؟ نعم، يعني علينا فعلا أن نرى ذلك. أنا دائما بوجهة نظري هناك شقان أو مستويان، يعني مستوى ما يحدث على الأرض، خرسون، التقدم، القتلى بين الروس، القتلى بين الأوكران، عسكريين ومدنيين، وجود قوات مؤيدة للنازية بين الجنود الأوكران، وكل هذه التفاصيل، البحر الأسود، القمح. وبنفس الوقت هناك مستوى مختلف، الغرب بشكل عام فهم أنه عليه أن يحتوي هذه الحرب، ووجود رؤساء استخبارات في هذا المضمار هو دليل على أنه فعلا هناك تفكير على الأقل جدي جدا بالتوجه إلى مفاوضات. أنا أعتقد أنه تم مفاوضات من وراء الكواليس ولم يتم الإعلان عنها من قبل. ما نراه الآن هو قمة جبل الجليد من لقاء هذه الشخصيات، ولكن المفاوضات بدأت قبل ذلك. بعض المحللين يعزون ذلك إلى ضعف الجيش الروسي، خاصة بعد معركة خرسون واضطراره للانسحاب. البعض الآخر يقول أنه بالعموم حتى أوكرانيا متضرر جدا من هذه الحرب، رغم الدعم الغربي الكبير جدا، العالم متضرر. يعني لذلك يعتمد من هم المحللون حتى يدفعوا بمن هو الدافع الأكبر لهذه المفاوضات. ولكن التاريخ علمنا أن حتى أكبر الحروب انتهت على طاولة المفاوضات وليس في ساحة المعركة. ساحة المعركة هي وسيلة ضغط. وبالعموم قد تستطيع أوروبا قضاء هذا الشتاء تحت هذه الظروف، ما يخص خاصة غلاء المعيشة وغلاء مصادر الطاقة، ولكن لا أوروبا ولا أي دولة يعني تستطيع الاستمرار بذلك إذا لم يكن النفط أو الغاز هو يعني هبة طبيعية، مادة خام في هذه الدولة. لذلك لا أعتقد أن نفس أوروبا طويل جدا، وحتى وإن لم يصلح الأوروبيون بعد، ولكنهم معنيون بإنهاء هذا الصراع. ذلك لا يعني أن المفاوضات ستبدأ يوم غد وأن الحرب ستنتهي بعد أسبوع أو أسبوعين من اليوم. أنا أعتقد أنه بداية أو خطوة أولى باتجاه
هذه المفاوضات التي ستستغرق بعض الوقت للوصول إلى حل يرضي على الأقل إن لم يكن جميع ولكن أهم الأطراف. طيب دكتورة نجات، يعني هنا بوتين الذي بدا غير عابئ وغير مهتم بكل ما أحاط بموقفه في على مستوى العالم وبالهجوم الذي عليه وبالعقوبات وغيرها من الإجراءات، هل هو على وشك أن يفرض استراتيجيته ورؤيته على كل المعسكرات؟ يعني لا أعتقد أنه يفرض رؤيته بهذا المعنى. روسيا دولة مترامية الأطراف، دولة قوية قد تكون عسكريا ليس في المكان الذي يجب أن تكون عليه، وهذا على الأقل التحليلات العسكرية من هذه الحرب، لكن روسيا دولة تمتلك المواد الخام، لها قرارات مهمة في كل المنظمات التي تتعلق بالطاقة، ركزت في السنوات الماضية بشكل كبير جداً الاعتماد على الطاقة لرفع المستوى الاقتصادي للبلاد، وهذا ما حدث. روسيا دولة ليست ديمقراطية وهذا ليس بسر، ولكن ما حدث الآن يعني نرى أنه غير المعايير. من المؤكد أن الغرب يأخذ روسيا بطريقة جدية أكثر مما كان ذلك الحال في السنوات الماضية، لكن روسيا وكل الدول، روسيا والصين، ألمانيا، الولايات المتحدة، الجميع يعتمد على بعضه البعض في التجارة. يعني فصل حلقة من حلقات التجارة، إذا أخذنا مثلا النفط الروسي أو الغاز الروسي، سيؤثر على الآخرين. سقوط حلقة من الصناعة الألمانية على سبيل المثال مثل ما حدث أثناء الوباء يؤثر على العالم. سقوط حلقة من السلسلة الغذائية سيؤثر على العالم. لذلك قد نعتبر أن بوتين نوعا ما فرض قوته بطريقته، وجد حلفاء جدد. الآن يعني تركيا دائما تعتبر نفسها دولة محايدة، ولكنها في لحظات تكون حليفة لروسيا. إيران الآن حليفة قوية. الصين بعد القمة الأخيرة لا نعرف، كانت هناك تحليلات كثيرة بأن الصين تتوجه باتجاه روسيا، ولكن الآن الصين أيضا معنية بالغرب. على الأغلب الصين معنية بمصالحها وليس معنية صحيح حتى مع الولايات المتحدة من خلال قمة مجموعة الـ20. طيب يؤخذ أيضا في الاعتبار تمديد اتفاق نقل الحبوب لمدة 120 يوما. إذا هناك يعني بعض المرونة التي يبديها الغرب تجاه روسيا، ربما يؤدي الأمر في النهاية إلى تمديد هذا الاتفاق برفع العقوبات عن روسيا في نقل الحبوب والأسمدة. هل تتوقعين ذلك؟ يعني اسمحي لي، أنا أتصور دائما أنه علينا أن نجمع القطع مثل الفسيفساء حتى تكون الصورة كاملة. هناك قطع كبيرة، هناك قطع صغيرة، هناك تفاصيل حتى تكمل الفسيفساء، علينا أخذها بعين الاعتبار، وأحيانا خيالات. نفس الشيء في هذه الحالة، اتفاقية القمح أولا هي مهمة جدا لتركيا، مهمة جدا للأمم المتحدة، مهمة جدا لضمان الأمن الغذائي، لأن منظمة الصحة، آسفة، لمنظمة الغذاء العالمية WFO تعتمد على القمح الأوكراني، وتم العمل الكثير لضمان هذا الممر الآمن، وكان مهم جدا تمديدها. نرى ذلك، هذه خطوة على هامش الحدث العسكري في أوكرانيا، ولكن عندما نرى ردود الفعل مثل الحدث الأخير الذي حصل قبل يومين، نرى أنه فعلا نعم، يعني الغرب فهم المعادلة، أنه لا يمكن التخلي كليا عن روسيا أو عزلها، لأنه مثل ما ذكرت سابقا هي جزء مهم. ما يخص العقوبات، أنا لست يعني أشك في ذلك أنه سيتم رفعها قريبا، سيتم رفعها عن المواد التي تهم أوروبا، لأن الغرب يعتبر العقوبات من أنجح الوسائل لكبح جماح أي دولة. العقوبات مختلف عليها مثلا اقتصاديا أو حتى سياسيا بأنها تخلق طبقة جديدة فاسدة، لأنها تؤثر على المواطنين ولا تؤثر على أصحاب اتخاذ القرار. هناك مدارس مختلفة في تحليل العقوبات، وهناك أكاديميين يدعون إلى عدم استخدامها، وإنما استخدام عقوبات مباشرة على أشخاص معينين وليس على دولة أو شعب كامل، لأن ذلك لا يؤثر على مواقف هذه الدول. ولكن الإمعان بالعقوبات التي قامت بها أوروبا والولايات المتحدة في الفترة الماضية سيجعلها من الصعب أن تتراجع عنها بشكل كبير. أنا أعتقد أنه سيتم هناك
تراجع جزئي للمواد والقضايا التي تهم أوروبا والغرب، ومن ثم سيتم التركيز على بعض الأشخاص أو على بعض الأرصدة، ولكن لن نشهد تراجع في هذه العقوبات بالسرعة التي شهدناها في فرض هذه العقوبات. على الأغلب سيكون تراجع في مرحلة ثانية بعد المفاوضات، ولكنه سيكون بطيء. إذن دكتورة نجاة عبد الحق الباحثة في العلاقات والشؤون الأوروبية، شكرا جزيلا لك. ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. الغارديان تؤكد أن الجمهوريين على وشك الانتقام من جو بايدن، وتتوقع فتح سلسلة من التحقيقات في كل شيء من الانسحاب من أفغانستان إلى ملف الهجرة على الحدود الجنوبية. واشنطن بوست تقول إن نانسي بيلوسي تتنحى عن زعامة الديمقراطيين في مجلس النواب بعد عقدين قضتهما في المنصب. نيويورك تايمز تقول إنه في مواجهة الركود ستقر المملكة المتحدة زيادات ضريبية بالمليارات وستخفض الإنفاق، حيث تراهن الحكومة على أن الخطة ستعيد المالية العامة إلى أسس سليمة، وفي نفس الوقت تقر بأن الإجراءات من المرجح أن تعمق البؤس الاقتصادي للبريطانيين. واشنطن بوست ترجح تعرض محادثات المناخ للانهيار بسبب التمويل والوقود الأحفوري مع نفاد الوقت، حيث لا تزال الدول الغنية والفقيرة منقسمة بشأن التعويض عن تأثيرات تغيرات المناخ، بينما ينخرط قادة الصين والولايات المتحدة في جدال حول مستويات خفض انبعاثات الميثان. فاينانشال تايمز تقول إن ألمانيا تحذر من نقص النفط المحلي بعد تفعيل حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات الروسية. في توجه جديد على بكين، عمد الرئيس الصيني شي جين بينغ على تحسين العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة في قمة مجموعة العشرين. بلومبرغ تناولت الموضوع تحت عنوان شي يتجه نحو الغرب وبعيداً عن بوتين في عودة للعالمية. قالت بلومبرغ إن شراكة الرئيس الصيني مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تبين أن لها حدوداً، بعدما ألمح شي في اجتماعات القادة في إندونيسيا إلا أنه لا يريد أن يتبع الزعيم الروسي في عزلته الدبلوماسية بسبب الحرب في أوكرانيا. أضافت بلومبرغ أن أحدث إشارة على أن شي بدأ في خلق عازل بين بلاده وموسكو منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل 9 أشهر تقريباً، ظهرت في قمة مجموعة العشرين، حيث وقعت بكين على بيان يقول إن معظم الأعضاء يدينون بشدة الحرب في أوكرانيا. وذكرت بلومبرغ أن مجريات القمة أشارت إلى أن إصلاح العلاقات مع بعض أكبر منتقدي روسيا مثل فرنسا وألمانيا يمثل أولوية للصين، وهذا يتطلب طمأنتهم بأن شي ليس متحالفاً مع بوتين. من ناحية أخرى، أوضحت بلومبرغ أن شي لا يمزق شراكة بلا حدود والتي أعلنها مع بوتين في وقت سابق من هذا العام، حيث لا تزال بكين تعتبر موسكو شريكاً مهماً في تحديها أمام القوة الأمريكية، ولا تزال ترفض إدانة الحرب علناً. يؤكد الكثير من المحللين مؤخراً أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يضر بالديمقراطية الأمريكية وبالفرص الانتخابية لحزبه الجمهوري، وهو ما بدا جلياً في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. فاينانشال تايمز تناولت الموضوع تحت عنوان حان الوقت لتخلي الجمهوريين عن ترامب وما يمثله. تقول الصحيفة إن دونالد ترامب كان يتوقع نجاحاً كبيراً له وللجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، لكن الأمور لم تسر وفق ما خطط، فقد كانت نتائج الحزب في الانتخابات النصفية سيئة، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى خسارة المرشحين الذين يدعمهم. تضيف الصحيفة أن الرئيس السابق أثبت أنه يشكل خطراً على الديمقراطية الأمريكية بعدما قدمت لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث اقتحام الكابيتول أدلة مقنعة على أنه كانت توجد خطة واسعة النطاق من قبل ترامب وأنصاره لقلب نتائج انتخابات 2020 بأي وسيلة بما في ذلك العنف. وأشارت الصحيفة إلى أن المرشحين الذين يدعمهم ترامب خلال انتخابات التجديد النصفي خسروا في جميع المنافسات الرئيسية التي خاضوها تقريباً، سواء على مستوى مجلس الشيوخ أو مستوى حكام الولايات، بل وفي أكثر مقاعد مجلس النواب تنافسية كان أداء المرشحين المدعومين من ترامب دون المستوى.
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أن ترامب لا يزال يتمتع بشعبية بين قاعدة من الجمهوريين، إلا أن سلوك الناخبين الأكثر استقلالية هو الذي قرر نتيجة الانتخابات. مرة أخرى تقف كل من فرنسا وألمانيا وجها لوجه في وضعية خلاف حول كل شيء، من اقتراح فرض سقف لسعر الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى خطوط أنابيب الغاز وبرامج المساعدات الطارئة للأشخاص والشركات المتضررة من أزمة الطاقة، انتهاء ببرنامج تصنيع الطائرات المقاتلة. هذا الموضوع تناولته صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير لها بعنوان فرنسا وألمانيا تستعدان لإعادة إطلاق مشروع تصنيع الطائرات المقاتلة والمتوقف. في التفاصيل تقول الصحيفة إن المشروع سبق أن توقف بسبب خلافات بين الشركات المعنية إيرباص وداسو حول تقاسم الملكية الفكرية بين الشركات وكيفية تقسيم العمل وحول مواصفات الطائرة. يذكر أن المشروع تم إطلاقه من قبل برلين وباريس وسط ضجة كبيرة عام 2017، وهو أكبر مشروع دفاعي في أوروبا، وقد تم تصميمه لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي للقارة وتقوية العلاقات السياسية والعسكرية بين أكبر اقتصاداتها. ولكن مع ذلك تعمقت مخاوف المسؤولين العسكريين والسياسيين من أن المشروع قد لا ينطلق أبداً بسبب الخلاف بين شركة إيرباص والتي تمثل ألمانيا في المشروع ومنافستها داسو، إذ كانت هناك معارك حول مشاركة التكنولوجيا ومن سيقود أجزاء مهمة من البرنامج. كذلك شعرت باريس بالقلق من قرار ألمانيا في مارس بشراء 35 طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من طراز F-35، خوفاً من أن ذلك قد يعني أن برلين أرادت إبطاء الجدول الزمني للمشروع، بينما تحججت ألمانيا بأن هناك حاجة ماسة لهذا الطراز من الطائرات لضمان استمرار أداء برلين لدورها ضمن حلف الناتو. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا، نتابع أبرز عناوينها. قال مسؤولون إن 21 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في حريق داخل قطاع غزة بحسب واشنطن بوست. وول ستريت تقول إن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون يؤكد أن عمليات التسريح ستمتد إلى العام المقبل. واشنطن بوست تؤكد أن المئات اختاروا الاستقالة من تويتر بدلاً من قبول شروط ماسك. جاءت الأزمة رداً على إنذار أصدره المالك الجديد إيلون ماسك يطالب فيه الموظفين بالتوقيع على تعهد بالعمل بجدية أكبر أو قبول مكافأة نهاية خدمة بواقع 3 أشهر. الغارديان تنشر قول مسؤولين يابانيين أن مدى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية قد يصل إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، وتؤكد سقوط صاروخ باليستي عابر للقارات في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. نصل بذلك إلى ختام هذه الجولة في الصحافة العالمية. دمتم بكل الخير وإلى اللقاء.